خلينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عيش صح. عارفين زمان كان في لعبه اسمها اليويو، اكيد شباب كتير عارفينها، لكن احيانا جسمنا بيعمل زي اليويو كده بالظبط. يعني ايه؟ بنمشي فتره كده على رجيم معين وبنخس ونرجع نسيب نفسنا تاني، فنرجع نتخن اكتر من الاول تاني، ونرجع تاني نعمل رجيم ونخس، ونرجع تاني نسيب نفسنا فنتخن اكتر من الاول تاني. فجسمنا كده زي ما بنقول عامل زي اليويو. المشكله في النقطه دي، او في المشكله اللي احنا بنتكلم فيها دي، مش بس ان احنا بنخس وبنرجع تاني، لا، احنا لما بنرجع تاني بنرجع اكتر من الاول. يعني قبل ما نبدا خالص اي دايت بنزيد وزن اكتر من الوزن اللي احنا كنا اصلا محتاجين ننزله. وكمان مش بس كده، كمان بيحصل لنا ترهلات في اماكن كتير جدا، طبعا بتبقى محتاجه علاج تاني خالص غير العلاج اللي انا محتاجه علشان اخس. فبنلاقي مشاكل كتير قوي طلعت معانا محتاجه حلول اكتر من المشاكل اللي كانت عندي، اللي ممكن يكون حلها كان بسيط من الاول لو انا كنت مشيت صح. احنا النهارده هنتعلم ازاي نمشي صح يوم ما نقرر ان احنا هنخس. هنمشي صح ازاي؟ مع منظومه ناجحه جدا واحنا قاعدين في البيت اونلاين. هنوفر على كل الناس ان هي تنزل من بيتها، هنوفر عليكم الوقت اللي ممكن يضيع في عياده الدكتور بالارقام، بيكون قدامنا ناس كتير وبالساعات. هنوفر عليكم لو ناس من محافظه تاني مش قادره تيجي لحد المحافظه اللي هي فيها الدكتور اللي هي محتاجه تخس معاه. رحبوا معانا بالضيف اللي منورنا النهارده، دكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه ومدير منظومه دايت اونلاين. دكتور رامي اهلا بحضرتك. ريني ازيك؟ منورنا يا دكتور. منور بيك يا ربنا. منظومه دايت اونلاين مكسره الدنيا معانا. الحمد لله يا رب. كلها يا دكتور بتبعت لنا، يعني شكر وصلوا لحضراتكم كبير جدا جدا جدا. هي ثقه الناس دي اهم حاجه طبعا، والنجاح اللي احنا بنشوفه يوم عن يوم ده يعني مدينا عزيمه اكتر ان احنا طبعًا عايزين يعني نوصل لكل حته وكل بيت وكل حاره وكل يعني دي حقيقة. الحمد لله من اسكندريه للصعيد يعني بقى متنوعين في حتت كتير جدا يعني. جميل. قبل يا دكتور ما نبدا اسئلتنا، احب ارحم بالضيفه الجميله اللي منورانا النهارده معانا مفاجاه ليكم. معانا حاله خست اونلاين من البيت مع الفريق بتاع دكتور رامي وفريق دايت اونلاين. هتتكلم النهارده معانا وهتحكي لنا تجربتها كلها من اول ما حست ان هي عندها مشكله لحد وهي منورانا النهارده. رحبوا معايا بمنى اشرف، احد الحالات الناجحه جدا جدا مع منظومه دايت اونلاين. ازيك يا منى؟ الحمد لله. منورانا يا منى النهارده. والله طبعا انت زي القمر، احنا ما شفناش قبل لكن بعد يعني زي القمر ما شاء الله يعني. منى هرجع لك، لكن ابدا الاول مع دكتور رامي. دكتور رامي، كل اللي بيشوفونا احنا دايما بقينا بنتكلم عن منظومه ناجحه متكامله، لكن عايزين برضو نقول لكل اللي بيشوفونا، يمكن في ناس ممكن تكون بتشوفنا النهارده لاول مره، يعني ايه منظومه ناجحه متكامله من البيت اونلاين؟ طيب الاول خليني اقول لك المقدمه اللي انت عملتيها جميله قوي فعلا في موضوع اليويو دوت. او المشكله الاكبر ان في ناس زي ما اتكلمنا قبل كده كذا مره، قلنا اللي بتحب يعني تحط التاتش بتاعها وتحط تشتغل هي مع نفسها. تمام. فتلاقيه بيخش على النت ينزل ده دايت مش عارف الكيتو، دايت البروتين، دايت الصيام، حاجات كتير بقى بنلاقيها عمال بقى يعني. ايه ويمشي الشهر ده او اسبوعين ثلاثه ويجيب وبعد كده يقف ويغير على حاجه ثانيه. انا بس عايز اوجه لهم في نقطه مهمه قوي، اللي انت بتعمله ده بتصعب لي المهم اكتر. صحيح. لان احنا بنلعب الجسم نظام ذكي زي ما بنقول دايما. فانت كده بتعرفه كل اللعب اللي احنا ممكن نلعبها له، فانت كده بتوقف يعني بتوقف حرق الجسم، احنا بنحرق كل الكروت بتاعتنا قدامه كده. يعني فعشان كده الحالات دي اللي بتجرب في كذا حاجه وبعد كده تيجي معانا لازم فتره كده يتاهل عشان يبدا الجسم نتعامل معاه ويبدا يوصل للنتيجه اللي هي عايزها. تمام. منظومه دايت اونلاين احنا ممكن نمثلها بشكل لذيذ كده جديد، نقول احنا بنعمل عمل سينمائي مثلا. فاحنا بنعمل لك السيناريو، واحنا بنعمل لك الاعداد، واحنا بنعمل لك الاخراج. جميل. بس انت البطل. لو ذاكرت كويس هتنجح العمل ده. اوكي. فأهم حاجة زي ما بنقول إصرار وعزيمة. اوكي. اتصل بينا على رقم التليفون أو تابعنا من خلال الصفحة بتاعتنا دايت أونلاين، وإحنا صفحة وحيدة هي اللي موجودة. هيكلمك حد من الفريق الطبي، هياخد معلومات الوزن، الطول، السن، طريقة الأكل، عوايد الأكل، بتشتغل ولا لأ، متجوزة ولا لأ، بنعمل هيستوري كامل كأنك بتعمل فيزيت في عيادة. اوكي. عرفنا حياتك كلها كانت ماشية إزاي. هيتعمل لك نظام غذائي ونظام دوائي. ودايما زي ما بنقول النظام الغذائي والدوائي لا ينفصلا عن بعض. تمام. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. طيب خلينا يا دكتور نقول شويه على النظام الدوائي. ناس كتير قوي 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 بتخاف من فكره ان انا اخد دواء، انا مش عارفه الدواء اللي انا هاخده ده امان ولا مش امان. بنسمع كتير عن مشاكل بتحصل بسبب الادويه اللي طبعا يعني معروف هي ملهاش يعني مصدر موثوق فيه بالظبط كده. فناس كتير بتبقى يعني متشجعه ان هي هتعمل دايت وهتمشي على ريجيم، لكن ان انا اخد دواء دي بتخوف شويه. بص احنا الادويه بنقولها وبنكررها، احنا
متفقين فيها بنسبة 100%، هي أعشاب طبيعية. طبعا مش عشب زي ما هشرب عصير ينسون او هشرب حاجه، لا هي بتبقى مستخلص من العشب، فالتركيز أوكي. مختلف. يعني دايما بنقول في حاجه اسمها الديلي انتيك. الديلي انتيك دوت اللي هو ايه، انا المفروض من الماده دي ادخل للجسم بتاعي رقم معين في اليوم عشان اقدر استفيد منها كماده فعاله. فهي دي الحاجه اللي احنا بنقدر نحسبها كويس قوي ونحطها في الادويه اللي احنا شغالين بيها. تمام. ومنظومه الدواء دي حصري مع دايت اونلاين، يعني مش هنلاقيها في حته ثانيه او هتبقى موجوده ممكن متناوله في اماكن كتيره او تمام. كذا حد بيتكلم فيها، لا هي حاجات حصريه. لان احنا عندنا حاجه زي ورش عمل، بنقعد مع بعض، انا احط النظام الغذائي ده والنظام الغذائي ده، احنا عندنا اكتر من 100 او 200 نظام غذائي بنمشي عليه. مش حاجه واحده الناس كلها بتمشي عليها طبعا، مش حاجه واحده. فمع كل نظام غذائي انا محتاج ادعمه بايه في الادويه، محتاج اسد الشهيه ازاي، محتاج اعمل فات بلوكينج ازاي، محتاج اشتغل على الكربوهيدرات ازاي، اخلص الجسم من السموم. يعني فكل دي مواد فعاله كتير قوي. فاحنا بنقعد مع الشركه وهي كل الاكتيف انجريدينت اللي بتجيبها اوروبي من فرنسا وايطاليا واسبانيا، ونقول لهم النيدز بتاعتنا كلها ايه. انا عامل نظامين 3-4 دلوقتي، محتاج ان انا ادعمهم بادويه يكون شكلها 1-2-3-4. اوكي. بيبداوا يشتغلوا على القصه دي وبتتسجل اوفيشال في وزاره الصحه وفي معهد التغذيه، بس ان هي واخده التصريح بتاعتها، وبتيجي المواد الفعاله وبنشوف التحاليل بتاعتها والقصه بتاعتها عامله ازاي والبيوريتي عشان اضمن الريزلت طبعا، ونبدا نعمل الميرج بقى ما بين النظام الغذائي والنظام الدوائي. كده بقت المنظومه متكامله كامله بالظبط. والعامل الثالث اللي هو الاراده وسماع الكلام بتاع البطل بتاعنا النهارده. البطل بتاعنا، نرجع بقى لبطلتنا النهارده اللي منورانا منا. ازيك يا منا؟ الحمد لله. طبعا انا شايفه بعد جمال وحلاوه وشياكه وكل حاجه حلوه، يعني احنا ما شفناش قبل، يعني احنا يا ريت مع بعض نشوف الصور قبل وبعد بتاعت منا. بس انا عايزاكي بقى يا منا تقولي لي امتى حسيتي ان انت عايشه غلط. احنا دايما بنقول ان مريض السمنه هو عايش غلط، مش عايش صح ومش عايش حياته اصلا. امتى حسيتي ان انت انا لازم اخد القرار ان انا اصلح بقى حياتي اعيش صح؟ احنا معانا الاول صور منا قبل ما تخس مع المنظومه الجميله منظومه دايت اونلاين، احكي لنا بقى يا منا. بصي، هو لحظة القرار دي خدتها وانا في محل فساتين بقيس فستان خطوبة اختي اللي هو من اهم ايام حياتي. ولقيت مفيش ولا فستان. أيوة. داخل فيها دلوقتي بس حسيت فيه الموقف ده ممكن يبقى اصعب لحظة تمر بيها البنت في حياتها، وهي قدامها حاجة نفسها تلبسها ومش عارفة. وبالذات في يوم مهم زي ده الواحد محتاج يبقى شكله احسن طبعا. حاجة يعني، فقست كل الفساتين في المحل اللي ما يقفلش، اللي يعني من هنا مش مظبوط من هنا مش مظبوط، ده مبين الكرش، اللي مفيش مقاس اصلا، مفيش مقاس اصلا غير الحاجات اللي هي الليكرا اللي هي بتبقى بتاعت الامهات دي لو انت عارفه، اللي هي فساتين كباري قوي وانا لسه صغيره يعني. طب فساعتها انا خدت القرار ان انا لا، لازم اخد خطوه ولازم اتغير، لازم ابقى شكلي على الاقل زي سني. تمام. منا انت سنك طبعا صغير، احنا مش هنقول اكيد منا عندها كام سنه، لكن منا صغنونه يعني في اول العشرينات، فطبعا بيبقى احساس وحش قوي لما تكون بنوته حلوه في اول العشرينات وناس كمان بتديها سن دايما اكبر من سنها، حتى اللبس يعني مش مناسب لسنك. اكيد. قولي لي بقى، قررتي ان انت هتخسي، كلمتي دايت اونلاين من البيت صح؟ مظبوط، اتصلت بيهم من التليفون. انا الاول سمعت عنهم من حد من صحابي، هو قال لي ان هو بقى ماشي معاهم بقى له شهر، وان هو زي ما توعد فعلا الكميه اللي قالوا له هتخسها خسها بعد شهر واحد. بعد شهر طبعا يا دكتور، ان حد يرشحكم بعد اول شهر دي حاجه جميله. يعني بصي، زي ما بنقول دايما اول اسبوع وتاني اسبوع هيحصل فيهم شغل كويس، بس مش دايما المقياس. الشهر الاولاني انك تكمل وتوصل للجولز اللي احنا متفقين عليها، ده بيخليك مرتاح نفسيا وقادر تكمل معايا وتاخد الشهر الثاني والثالث وتمشي بقى تغير معانا في المنظومه. احنا دكتور شايفين المقياس من اول شهر، اهي الناس بترشحكوا على طول. الحمد لله يعني. والله يعني ده ثقه راي، يعني الحمد لله ثقه الناس وتوفيق من ربنا طبعًا. في المنظومه السليمه يعني. كلمتيهم بقى ايمن، ايه اللي حصل؟ اتصلت بيهم على الرقم الموجود على البيج، ردت عليا دكتوره غاده. انا حسيت ان انا بكلم حد بروفيشنال، يعني الواحد بيبقى متوقع حاجه اونلاين ان هي اكيد مش مضمونه اند سو اون، بس لا، انا حسيت ان انا بكلم حد بروفيشنال. هي سالتني كذا اسئله عن نظام اكلي، بنام امتى، بصحى امتى، عندي امراض او لا، سالتني في كل الحاجات، كل الاسبكتس علشان تعرف اللايف ستايل بتاعي وايه اللي يناسبني. ان انا اتفقت معايا على نظام غذائي معين، وبعتت لي الادويه اللي تمشي مع النظام ده. بعتتها لك البيت؟ يس.
اوكي، واتاخرت عليكي ولا بتيجي على طول؟ لا لا على طول، تاني يوم كان يعني احنا خدنا يعني القرار بيلحقونا واحنا سخنين يعني عشان ما نرجعش في كلامنا تاني. ايوه الواحد دي حاجه حلوه، لان القرار ده ممكن ناخده في اليوم 10 مرات ونلغي قرارنا يعني على طول. اه اكله حلوه وخلاص. اه طبعا غيرت الفكره كل حاجه يعني. طيب جاتلك بقى، جالك الدايت بتبعت لك مع الادويه وجالك الكورس بتاع الادويه. مظبوط. بداتي انت بقى على طول من تاني يوم. مظبوط. شكلك يا منى كان عندك اراده عاليه قوي. والله ولا كنت متردده خالص في الاول؟ الواحد بيبقى اللي هو يلا انا هجرب وزي ما تيجي. بس لما الواحد بيشوف النتيجه فعلا من اول شهر بتحمس. لا ما انا اكمل، طب انا وصلت لهنا انا اقدر اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. اكمل طبعا. احنا معانا صور تاني لمنى طبعا قبل وبعد، يعني ما شاء الله يا منى عليكي ما شاء الله بجد يا دكتور، يعني مجهودكم رائع. لا ما احنا لسه بقى هنيجي نقطه الحرمان دي، اهم حاجه بقى عشان الناس اللي بتخاف. بالظبط كده، عشان الناس اللي بتخاف. طبعا. لا مفيش حرمان في المنطقه. منى قولي لي انت خسيتي قد ايه؟ كان وزنك قد ايه ودلوقتي بقيتي قد ايه؟ كنت 95 كيلو ودلوقتي 73 كيلو. ما شاء الله. طبعا انت بقالك فتره قليله يعني، مش بقالك كتير. لا بقالي بالظبط شهرين ونص. ما شاء الله يا دكتور شهرين ونص. وشايفين الجمال يا جماعه في الصور والجمال اللي قاعد معانا، يعني انا بعكس منى النهارده. طيب انت يا منى كنت ملتزمه بقى بالكورس اللي الدكتور غاده بعتته لك وبالدايت اللي اتبعت؟ اكيد طبعا. دكتور غادة كانت بتتابعك ولا 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 كان ايه اللي كل اسبوع في متابعة؟ كل اسبوع في متابعة ويعرفوا وزني كام، ولو في اي استفسار حتى ما بين المتابعة والمرتبعة كل اسبوع انا بتصل بيهم 24 ساعة، هم بيردوا عليا حتى لو حاجة عبيطة اللي هو انا عايزة اكل تشيز كيك دلوقتي مثلا اعمل ايه. كل واحد لسه مش فاهم كويس قوي انا همشي يعني بالظبط ازاي، في عندي ممكن حاجات كتير محتاجة اسال فيها، فانت اكيد بقى كان في تليفونات كتير بقى بالظبط، هم بيردوا في اي وقت وبتقول لي حتى لو حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة هي بترد عليا، مفيش أي مشاكل، أي حد من الفريق الطبي اللي موجود بيرد عليا. حلوة قوي. طيب قولي لي أنت بقى أول شهر لما بدأتي تنزلي، طبعًا نزلتي يعني كمية كبيرة أول شهر، حسيتي بقى بإيه؟ حسيتي عايزة تكملي ومتحمسة كده والموضوع حلو معاكي؟ بصي هو أول حاجة الواحد بيتحمس لما يلاقي هدومه ابتدت توسع عليه. دي أحلى حاجة، نرجع تاني لأحلى لحظة عندي. البارامتر اللي بتشتغل عليها على طول. كمان لو حاجه بقى مركونه في الدولاب انا كنت بحبها في يوم ودلوقتي مش عارفه البسها او رجعت البسها. الواحد يبص على البنطلون يلاقي اللي هو واسع كده، ده احساس يعني لحظة طبعاً. جميل. ويا سلام بقى كمان لما تقابلي حد يقول لك الله يا منى انت خسيتي، يعني احلى لحظه في الحياه يعني. جميل. فده اللي حمسني ان انا اكمل. خلاص بقيت حاسه ان انا باخد الشيب اللي انا عايزاه. الواحد دايما في دماغه حاجه معينه عايز يوصل لها، سواء في شغله سواء في جسمه. لا انا كنت حاطه يعني هدف معين في شكل جسمي، ابتديت ان انا حاسه ان خلاص قربت. تمام. فانت لما بتشوفي هدفك بيقرب لا بتحمسي انك تكملي. انت لسه منى مكمله صح؟ بصي هو انا حاليا ماشيه معاها على نظام تثبيت خلاص. اوكي حلوه قوي، يعني احنا كمان عندنا اهتمام برضو في التثبيت علشان ما نرجعش زي الاول. طبعا حلوه قوي. دكتور خلينا نقول ان منى قلنا هي في اول العشرينات ولسه يعني في مقتبل العمر كده زي ما بيقولوا. ممكن يكون عندنا حالات لسن اصغر من منا، ممكن يكون عندنا اصغر من العشرينات في يعني اطفال شويه. هل من 5 سنين ممكن الكورس اللي احنا بنتكلم عنه يبقى امان مع اطفال في السن ده او يعني في سن المراهقه اللي هو تحت العشرينات ولا ايه؟ بصي احنا قلنا من شويه موضوع الديلي انتيك اللي انا باخده من المواد الفعاله اللي هو جسمي محتاج قد ايه. ده بيتحسب لكل كيلو جرام في الجسم. تمام. يعني مثلا الماده دي انا المفروض ان انا باخد منها من 3000 ل 6000 ملي جرام او من 3 6 جرام في اليوم عشان اخد منها التاثير اللي انا عايزه. تمام. خلاص ده بيتحسب على ايه؟ على الوزن بتاعي والسن بتاعي. اوكي. فالاطفال ليهم جرعات، الشباب ليهم جرعات، كبار السن ليهم جرعات. بس الكورس امان. الكورس لكل امان مع احنا زي ما قلنا دايما من 5 سنين لكبار السن، ما عندناش مشكله خالص. الجرعه بقى هي اللي بتختلف حسب وزنه وسنه، بنقدر نظبط له الجرعه ونظبط له ايه المنظومه اللي هيمشي عليها. بتفرق المنظومه، بيفرق الدايت نفسه اللي احنا بنديله، الدايت والادويه دي لحد كبير طبعا تفرق من حاله لحاله حتى لو نفس السن. طب الحرمان بقى يا دكتور، يعني الحرمان دي حاجه مهمه هي تقول بقى. في ناس كتير بتحرمت من ايه؟ الاكل. قولي لي يا منى اتحرمتي من، قولي لي بصراحه يا منى ما تخافيش اتحرمتي من ايه؟ لا بالعكس خالص، بالعكس هم بيعرفوا الواحد محتاج ايه، سواء شوجر انتيك سواء كربوهيدرات. في الواحد ساعات بيحس انه عايز شوجر انتيك معين او نفسه في السكر، ده كان بيتعودوه لي بالادويه وبنظام اكل معين لي يعني اتس لايك سبيسيفيك تو يور ابيتايت specific to your appetite. بتظبط لك الاكل اللي هو ما يحسسكيش ان انت محرومه من اي حاجه خالص وانت مبسوطه ومكمله عشان ما
قرريش ان انت تبطلي فجاه عشان انت محرومه من حاجه زي ما احنا عملنا قبل كده يا سنين يعني. جميل. طيب دكتور خلينا نقول برضو في ناس كتير بتبقى من محافظات بعيده أكيد. ما بتقدرش تيجي انا ممكن اختار دكتور انا شايفه ان الدكتور ده هو ده اللي انا محتاجه اخس معاه بس مش قادره اجي من المحافظه بتاعتي البعيده او انا هاخد وقت كبير او انا هتعب في الطريق ممكن يكون حد كبير في السن او طفل صغير ما اقدرش اجيبه من بعيد. تمام. الناس دي انا عارفه ان هم بقى في اقبال مش طبيعي على منظومه الدايت اونلاين. بالظبط. خدي بالك كمان الدايت انا مش باخد ريجيم وبقطع انا كل اسبوع متابعه فانا حتى لو خدت القرار ان انا اروح لدكتور اكس النهارده وبدات معاه طب انا هكمل كل اسبوع ازاي؟ همشي معاه ازاي كل اسبوع واروح واخد النظام الجديد واكمل صعب. بعدين الطبيعي يعني احنا بنتكلم في البسيط قوي هيكمل معايا 3 4 شهور او 5 6 شهور. أوكي. حالات تكمل 8 و9 شهور. طب انت هتقدر تتحرك من مكانك كل اسبوع عشان تاخد النظام بتاعك؟ اكيد صعب. فاحنا انا نقلت لك العياده عندك في البيت. يعني كل اللي انت هتحتاجه بيتعمل معاك تحقيق كامل عن الحاله بتاعتك. بتاخد نظام مناسب ليك، بتتابع كل اسبوع، يعني بتمشي بنفس النظام كانك رحت العياده. اوكي. كل اسبوع في المتابعه بتاعتك، كل شهر بيتغير لك النظام لان طبيعه جسمك اختلفت من شهر لشهر لغايه ما بتوصل للوزن المثالي، بعد كده بنمشي مع بعض فتره بسيطه تتعلم ازاي تحافظ على اللي انت وصلت له. جميل. طيب لو في ناس عندها سمنه موضعيه، عندها مشكله في اماكن معينه مش محتاجه ان انا اخسس جسمي كله، بيبقى ليهم حل ولا احنا الحل ان احنا نخسس الجسم؟ لا كل انواع السمنه، احنا بنتكلم سمنه مفرطه، سمنه متوسطه، سمنه بسيطه، سمنه موضعيه، كل حاجه ليها البروتوكول اللي بنشتغل عليه. يعني يا دكتور السمنه الموضعيه ليها نظام مختلف، ليها كورس مختلف، ليها نظام من مختلف الادويه؟ وادويه مختلفه طبعا. لان في ادويه بتشتغل لوكالايزد على مناطق معينه، يعني مثلا زي السي ال اي اللي بيشتغل زي ما قلنا قبل كده كتير. السي ال اي بيشتغل على منطقه الكرش والارداف. في ناس كتيره بتتصل تقول لك انا عندي 20 كيلو زياده بس انا بطني هي اللي فيها المشكله والارداف هي اللي فيها المشكله. فانا بشتغل معاه من المنطلق ده، هي دي المنطقه اللي بركز له عليها في الشغل. طيب دكتور خلينا نتكلم شويه بقى على منا. منا واضح ان هي كان عندها اراده من الاول، واضح ان موضوع الهدوم كان مضايقها جدا زي اي بنت طبعا طبيعيه يعني. فمنا بدات معاكم، مشيت معاها دكتوره غاده واحنا شايفين النتيجه ما شاء الله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي دلوقتي بتقولي ان هي في مرحله التثبيت، المفروض ان احنا بنفضل متابعين بقى ايه يعني في مرحله التثبيت دي بنعمل ايه؟ بصي هي في حاجه دايما بنقولها للي عايز بعد ما خلص للوزن المثالي يمشي ازاي؟ هو اوريدي حياته اتعود فيها على هابس معينه. تمام. ان هي اتعودت دلوقتي منها ان هي بتفطر الصبح بدري، ان هي اخر وجبه بتاكلها الساعه 9، ان هي لازم تتغدى، ان هي لازم تبقى ماشيه على سناكس على طول. اوكي. فهي البروتوكول بتاع الاكل بتاعها بقت عارفاه. بندي بقى حاجات بسيطه، مش يعني هي فور اكزامبل كل شهر بتاخد بتتحرك ما بين 3 4 ادويه اللي هي بنشتغل معاها عليها عشان توصل للنتيجه دي. بيتبقى لها حاجه واحده بس اللي بتشتغل بيها فتره التثبيت، شاي بسيط مثلا بتاخده قبل النوم بحيث ان هو ايه يساعدها ان هي تحافظ وتتعلم ازاي تكمل بعد كده. جميل. وزي اي حاجه احنا متعود عليها في حياتنا، حاجه اتعودت عليها خلاص بقت طبيعه عندي وانا شغال بيها واللايف ستايل بتاعي. بالظبط. يعني جميل. احنا معانا دلوقتي البيج بتاعه الفيسبوك لمنظومه دايت اونلاين لاي حد عنده اي مشكله دلوقتي يا جماعه. يعني القرار سهل ان احنا ناخده، بس الفكره ان احنا ناخده، يعني الفكره اني انا اقول انا لازم دلوقتي اخد القرار لان ما حدش غيري هياخد لي القرار، انا اللي تعبانه وانا يعني اللي مش عايشه حياتي، فلازم انا اللي اقرر لنفسي ان انا عايزه اعيش صح. احنا هنختم، وقتنا للاسف خلص. عايزه منك نصيحه لكل اللي بيشوفونا النهارده، خاصه البنات الحلوين اللي في سنك كده اللي عندهم اكيد مشاكل ومش عارفين يعيشوا حياتهم بصوره صح. عايزه نصيحه بقى. يعني انك تخسي دي اكتر حاجه هتغير حياتك، احساسك ان انت ممكن تجيبي لبس يليق عليكي من اي محل، ده غير انه اللبس كله اصلا بيليق عليكي، ده حاجه تانية واحساس مختلف تماما عن اللي انا كنت بعيشه قبل كده. فيعني خدوا الخطوه ومش هتندموا، بالعكس هيبقى احسن حاجه حصلت في حياتكم. انت حاسه دلوقتي باي ضرر ان انت مثلا اكلك قل شويه؟ بقيتي احنا قلنا مفيش حرمان يعني، بس الاكل بما انك كنت بتحبي الاكل، حاسه باي ضرر دلوقتي ولا انت اتعودتي على خلاص الحياه اللي انت عايشاها دلوقتي؟ لا بالعكس، ان الواحد ياكل كميات اقل ده بيخليه خفيف الحركه طول اليوم وبيبقى اكتف اكتر. وجميل. اكيد وجميل. منا نورتينا النهارده وشرفتينا، وان شاء الله يعني في تقدم
وتثبتي دايما كده علشان دايما تكوني عايشه صح. دكتور رامي نورتنا النهارده. دكتور انا بشكر حضرتك جدا، فقره جميله وحلقه جميله جدا من احلى الفقرات، نورتينا يا منى، نورتنا يا دكتور رامي. النهارده اتكلمنا على القرار اللي لازم ناخده علشان نعيش صح، علشان احنا دايما هدفنا معاكم ان احنا نعيش صح. كان معانا النهارده منورنا دكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه ومدير منظومه دايت اونلاين. استنونا وفقره جديده من عيش صح.